هل يليق بالكتاب الكامل أن تحذف منه نصوص وتلغى أحكام؟ النسخ في القرآن فرية عظيمة وقعت فيها أمة الإسلام فريسة بين مطرقة عجز علمائها وسندان كيد أعدائها. فما هي حقيقة النسخ في القرآن؟ وما هي أدلة القائلين به؟ كيف يسيء هذا التصور إلى القرآن الكريم وإلى الله تعالى؟ ويتعارض مع كمال القرآن والوعد الإلهي بحفظه. لماذا يختلف أدعياء النسخ في القرآن على عدد الآيات المنسوخة؟ هل قال السلف بمفهوم النسخ بالمعنى الذي يقول به المتأخرون من الخلف؟ كيف أثبت حضرة المسيح الموعود عليه السلام إحكام آيات القرآن كلها ونفى النسخ عن آياته مصححا هذا المفهوم الخطير؟ تابعونا في الحلقات الجديدة لهذا الشهر من برنامج تنوير القلوب.